وبعدين معك يا وردي بكفيك بكره. صدقيني انا زعلت لما سمعت الخبر وما كان بدي يصير هيك بالمره. انت يا حسن انت السبب. بتقول هيك رجعت تقولي لي انت السبب وانت عارفه اني عفيت عنه من وقتها. وين رايحه؟ وين بدك تروحي وانت بالحالة هاي؟ اروح عند خالتي. بدي اروح عند امه. بعدين بعدين يا وردي مش هالساعة. لا يا حسن ابعد عني. بدي اروح اوقف جنبها. حرام عليك حرام. طيب يا وردي اصبري بس انا مستعد اوديك الليلة. Thank you.
وقف عندك. وقف عندك. اسمع، اذا بتحب تروح لاهلك سالم امشي من هون ودشرك من الحلال. امشي امشي. عربود ارمي سلاحك وارفع ايديكم. ارمي سلاحك انت وياه. ارمي، ارفع ايديك وارمي سلاحك وما تتحرك ولا حرك. بقول لك ارمي بارودك وارفع ايديك احسن لك. لا تضحك والزم مكانك. انت بتحكي عن جد ولا بتمزح يا سعيد؟ هذا هو جوابي يا عربود. خليك مكانك ولا الطلقة الثانية براسك. ايش اللي بدك اياه يا سعيد؟ بدي تاخذ رجالك تمشي من هون، وانا وفلاح بعد اليوم مش معك. لعدت امرت علي انت وفلاح. لا تكثر حكي وامشي من هون قبل ما تفقد حياتك. هيك يا سعيد؟ هذا جزائي اللي استقبلتك وقاويتك وصنعت منك رجل؟ اللي مثلك ما بصنع غير الظلم والذل يا عربود. بس انا ما ظلمتك، انت اللي جيتني وانا اللي حميتك وما قصرت معك. يوم ملعون شفتك فيه. هيك يا سعيد؟ اكيد فلاح رضك علي. فلاح نذل وخسيس وما بنفعك مثلي. فلاح ارجل منك لانه شاف منك الظلم وما سكت عليه. لعد هيك بس راح يجي يوم تندم على هذه العملة يا سعد. لو لا يقدها ما سويتها. الأيام بيننا وبنتقابل. عربود، لأجل العيش والملح اللي بيني وبينك هاي بوريتكو عندكو، بس استعملوها للحق مش للظلم والباطل. خير ان شاء الله انت وياه. بشوفكم قاعدين ما شاء الله. يلا كل واحد يروح يشوف شغله. يلا. ايش مش سامعين ايش بقول؟ بقول كل واحد على شغله. اسمعوا، اللي زعلان من كل يوم وما بده يشتغل يروح على داره ويقعد مع الحريم، وما بدي اياه يرجع على الشغل بالارض من مره. يلا يا شوف. تحركوا يا ناس، الشوك برجليكو. اقلعوا بالاول الشوك اللي برجليكو، الشوك اللي ملي الارض. كثر الشوك، زاد الشوك. اقلعوا الشوك، اقلعوا اقلعوا الشوك. الشوك جرع رجليكو، اقلعوا. سالم المجنون، ايش بتسوي هون ولا؟ لا لا انا مش نبهت عليك تلزم بيتك وما تطلع منه. لا 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 لا. امشي امشي. يلا يلا انت وياه. كل واحد على شغله. يلا 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 خلصني. يلا انت وياه. يلا امشي امشي.
عليك السلام. علينا. شلونك يا اختي؟ الحمد لله مليحه. اللي من الله بخير. شو شايفتكو هون؟ وين بدنا نكون يعني؟ مش المفروض تكونوا عند خالتي حليمه؟ شو نكون عندها نساوي؟ شو بطلع بايدنا نساوي لها؟ بعدين ما هي اخوك واختك كانوا عندها. يمه ما بيصير تتركوها لحالها. تراها بتنجن. مصيبتها كبيره الله يعينها عليها. معك حق. قومي يمه، روح انت واخواتي لعندها. وانت ايش بك تضل تساوي هون؟ ليش ما تقوم تروح معنا؟ انا لازم اروح على المغفر واتاكد انه الخبر صحيح ولا كذب. انت اقعد ساكت وبلا حكي فاضي، بلاش رجال المغفر يسوي لنا مشكله ونكون بمصيبه نصير بثنتين. شو هالحكي يمه؟ شو انا رايح اساوي؟ انا رايح اسال عن ابن خالتي واطمن عليه. هو انا رايح احارب. ما هي امي بتاشي انا لا نهتم لا بخالتي ولا بابنها، بدها ايانا نتركهم لحالهم. انت اسكتي وبلا حكي فاضي. وانت يا ورده روحي على بيتك وبلا ما تعملي مشاكل مع جوزك. خالتك مش عتبانة عليك. أنا رايحة عند خالتي، واللي بده يصير يصير. مين بده يروح معي؟ أنا بروح معك. طبعاً بدك تروحي معاها، ما هو أنت لو طالع بيدك تنامي عندها نوم كان نمتي. وبعدين معك يوم شو فيها يعني؟ مش خالتها؟ طيب أنا رايح وبعدين بمر لعندكم. طمنا يا أخوي إذا في أخبار. سعد ليش تبكي؟ لا تصدقي حكيهم، لا تصدقي. اذا بدك تصدقي صدقيني انا. طار مش له جنحان؟ له جنحان. لا له جنحانين كبار. كبار. طار بعيد وما حدا قدر يمسكه. ما حدا قدر يمسكه. خلص يا سالم، خلص، تراني مش ناقصة، اتركني بهمي. الله يخليك، اسكت، اتركني. لا تهربي مني يا حليمة، لا تهربي. أنا شفته، أنا شفته وأنا نايم طارب جنحانه، وتركت طخه عليه بس ما صابوه. قلت له خذني معك واحملني من قرية الشوك بس ما رد علي. طار. كلامك صحيح يا سالم، ابني طارت روحه لعند اللي خلقها. لا انت مش فاهمة علي، انت مش فاهمة علي. ما حدا قادر يفهم علي. يا ريت إلي جنحان واقدر اطير والحقك يا سعد الزين. يا ريت بس ما إلي جنحان. هلا يا عاد. انا بعرضك يا سيدي، ذبحوني من الضرب. صدقني ما سويت اشي. اشكر يا عواد، روح شوف شغلك. انا مظلوم يا سيدي، كنت قاعد بحالي، اجا اخذوني من الدار. لا تخاف يا عاد، انا اللي قلت لهم يجيبوك. انا تحت امرك يا سيدي. امر. اهدى يا عاد، بدي اسالك بالاول. اسال يا سيدي. وين كنت؟ صار لك مده غايب عن القريه، ما شفناك. وين كنت يا سيدي؟ هذا انا قدامك. كنا بدنا اياك ما لقيناك، دورنا عليك. وين اختفيت؟ ولا اختفيت ولا شيء يا سيدي، بس انت عارف من يوم ما طردني عاصم بيك رحت ادور بالقريه، اهلي صدوا عني. بعدين طلعت ادور على رزقي برا. ولقيته؟ بصراحه ما لقيت مكان اعيش فيه، عشان هيك رجعت على القريه. واللي الله كاتبه علي انا راضي فيه. وايش ناوي تعمل؟ والله ما انا عارف يا سيدي، الجوع قتلني. يمكن هذا حظي وهذا نصيبي. حابب عيشتك ترجع مثل الأول؟ يا ريت يا سيدي، بس ما انت عارف عاصم بيك طردني وما بده يعني. ليش رأيك من عاصم بيك؟ شو رأيك تشتغل عندنا؟ اشتغل عندكم؟ ادخل سيدي، في واحد بده يقابلك.
مين هو؟ واصف الغالي. واصف؟ آه خليه يدخل. تفضل. اسمع يا عادل، استناني هسه برا، بعدين نحكي مع بعض. ماشي سيدي. العافية بك. أهلا يا واصف، خدامي. جاي أسألك عن سعد الزين. سعد الزين؟ الحمد لله. هاي يا سعد، شلونك هسه؟ هسه حسيت اني حر وعمري بيدي. وايش ناوي تساوي؟ لازم نروح عند ابو جنيد اللي حكيت لك عنه. ابو جنيد؟ بس ابو جنيد هو اللي ارسلك لعند عربود، وتخاف عربود يجينا هناك؟ لا تخاف، عربود ما بعرف مكان ابو جنيد. وكيف ارسلك له؟ تخاف ابو جنيد هذا يسلمنا له؟ لا يا فلاح، ابو جنيد رجل طيب وبحب للخير، واكيد لما يعرف حقيقه عربود رايح يزعل منه. ما دام انت شايف هيك، انا امري بين ايديك، المهم ما نقع بدين عربود. لا تخاف، طالما يدي بيدك مش راح يقدر علينا. يلا خلينا نمشي قبل ما تظلم علينا. يلا يلا. مساء الخير يا أمين. هلا يا أخوي. كيف خالتي؟ هيا نامت قبل شوي. الله يكون بعونها، الصدمة مش قليلة عليها. شو يا أخوي، رحت على المخفر؟ رحت. وشو قالوا لك؟ أكدوا لي الخبر. لا يا أخوي مش معقولة، صدقني سعد بعده عايش. كيف بدي أصدقك يا أمينة؟ الظاهر إنه سعد راح خلاص. لا يا أخوي لا، صدقني سعد بعده عايش، وأنا عندي الدليل. عندك الدليل؟ كيف؟ بس الكلام اللي بدي أقول لك إياه بدي يضل سر بيني وبينك، بترجاك يا أخوي ما تحكي لحدا. شو هو يا أمينة؟ أدخل. حاضر سيدي. اسمع يا عواد. نعم سيدي. بتأخذ عارف خليه بات الليلة عنا هون، ومن بكرة بتبلش تجهز له الأشياء اللي اتفقنا عليها. عارف وافق إنه يشتغل معانا، وأكيد رايح يخدمنا كثير، ولا لا يا عارف؟ اللي بتشوفه يا سيدي. ولا يهمك سيدي. وانت صدقتي كلامه؟ أيوة يا أخوي، عارف ما عاد مثل الأول، عارف تاب وحاب يعمل خير. بس عارف بعده بتعامل مع رجال الدرك، وأنا اليوم شفته بالمخفر. بالمخفر؟ ذيل الكلب طول عمره أعوج، وعارف من يوم ما صار يشتغل عند عاصم بيك صار كلب. بس عارف صار لمدة غايب عن القرية، وقال لي إذا حاب تروحي عند سعد أنا بوصلك. وشلون بدنا نصدقه؟ بجوز هذه خدعة وراها عاصم بيك ورجال الدرك. والله ما أنا عارفة شو بدي أقول لك يا أخوي، بس أنا لما حكيت مع عارف حسيت الصدق بعيونه. اسمع يا أخوي، شو رأيك تروح عند عارف وتحكي معه وتتأكد من كلامه؟ وهذا اللي أنا بفكر فيه. عارف وقف شوي. عارف
ايش بدك يا واصف؟ بدي اسالك كم من سؤال. عن ايش؟ عن سعد الزين. سعد؟ ايوه سعد. انا ما بعرف عنه شيء. لا تخاف يا عارف، سرك كبير. أميني حكت لي عن كل شيء. أميني؟ أنا ما قلت لها شيء. قلت لك لا تخاف، أنا بدي أعرف الحقيقة وبس. طيب بعدين بشوفك، بلاش تحكي هون قدام الناس. لعاد وين؟ لقينا عند الرجم. أنت؟ أنت بس روح هناك وأنا بلحقك. ماشي. عم ابو جنيد، يا عم ابو جنيد، عم ابو جنيد، انا سعد. الظاهر انه طالع. والحل؟ الحل نقعد نرتاح لبين ما يرجع. يلا. اقعد يا فلاح، اقعد وارتاح. صدقني يا واصف اني ما كذبت عليك، واذا بدك هسع باخذك من ايدك على المغاره اللي قاعد فيها سعد. وهو هسع هناك؟ لا. لعاد وين؟ قال يا سيدي لحق جماعه من المطرودين اللي عايشين بغابه الثعالب. وكيف بدك اياني اصدقك يا عارف؟ لازم تصدقني يا واصف. يا اخوي انا تغيرت. لو كنت بدي آذي حدا كان آذيت سعد لما لقيته في المغارة. العادة إيش كنت مبارح تساوي بالمغفر؟ إيه رجال الدرك هم اللي أخذوني على المغفر. ليش؟ قال يا سيدي بدهم إياني أشتغل معهم وأدلهم على المطرودين. هو أنت إيش كان ردك؟ بدك صراحة، أنا وافقت. وافقت؟ كيف بدك إياني؟ بس لا تظلمني يا أخوي، أنا وافقت لغاية. غاية إيش؟ إيش هي غايتك عارف؟ غايتي إني أكون حر بحركتي وإني أفش غلي من رجال الدرك. كيف؟ كيف هذه يجي وقتها. المهم أنا بعدني عند وعدي لأميني إني أروح أدور على سعد وأجيب علوم إنه عايش. ها؟ طيب وإذا رجال الدرك كشفوا أمرك؟ لا تخاف علي يا واصل، أنا بعرف كيف أدبر حالي مع رجال الدرك. وإمتى مغادر القرية؟ يا سيدي قايد المغفر قرر انه يشتري الحمار ويعطيني مصاري عشان اشتري بضايع، قصده اني اغطي حركتي جوا القرية وخارجها. وانت واثق انك راح تلاقي سعد؟ انا ناوي اظل ازور ابو جنيد في مغارته ولابد التقي مع سعد. هو اللي لقيته بتيجي بتخبرني؟ كيف العهد، بس بشرط انك تحفظ سري وما تبوع بيه لحد. بس ارجع القرية لا دور عليها، انا اجيك بالوقت المناسب. ماشي يا عارف، لنشوف. سعد، في صوت برا. أكيد هذا أبو جنيد، لكن خذ حذرك. مين؟ مين اللي برا؟ اطلع يا سعد، أنت واللي معك. هذا هو يا فلاح، تعال. عم أبو جنيد؟ يا هلا. كيف حالك؟ يا هلا يا هلا سعد صاحبي فلاح. يا اهلا وسهلا. كيف حالك يا عم؟ يا اهلا وسهلا، يا اهلا فيك وفي صاحبك. اقعد اقعد. رجعت علي بسرعه، خير ان شاء الله؟ خير يا عمي. وعربود كيف حاله؟ بدك الصحيح، انا وفلاح ما عاد لنا علاقه بعربود. كيف؟ بدك الصراحة يا عاصم، انت ما عدت مثل الأول. كيف يا رستم؟ أنا مش فاهم عليك. ما هو لازم تفهم علي. وين عاصم اللي كلمته عمرها ما صارت تنتين؟ معقول
معقول موضوع بسيط مثل موضوع أمينة ما تقدر تحله؟ ما تقنعني بهالحكي. أنا اللي شايفه إنك ما بدك إياني أصير عديلك. لا 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 يا رستم بيك، علي الضمان أنا وأهل أمينة وأهل القرية كلهم منتشرف بنسبك، ومثل ما أنت عارف بعد ما زبطنا كل الأمور والأم وافقت طلع لنا واصف. مين واصف هذا؟ هذا أخوها لأمينة. تصور يا رستم بيك أني أرسلته للمدينة مشان يدرس ويتعلم على حسابي الخاص، وقلت بس يرجع بحطه تحت باطي. رجع لي نمر بده يفترسني. اعمل شر، قصدي اعمل خير تلقى شر. ما هالغلطة غلطتك. هدول يا حبيبي لازم يضلوا عمي، مش لازم يفتحوا ابدا. الله يصلحك يا عاصم، حدا بيعمل عملتك. قلت لحالي انا نسيبه ولازم ارفع من شانه ومقامه قدام اهل القريه، ما هو محسوب علي. شايف هالغلطه اللي غلطتها يا رستم بيك؟ يا اخي دبره بشويه فلوس، خلينا نخلص من هالموضوع كله. وحياه عيونك انت غالي علي كثير يا رستم، وطلباتك اوامر، بس بدك تصبر لك كم من يوم وراح تمشي الامور مثل ما بدك وزياده. راح اضل ماشي وراك للاخر لحد ما اشوف شو بده يطلع معك. يطلع معي كثير يا رستم بيك. وين قمت؟ خلينا نتغدى سوا. خيرها بغيرها، تعرف لما تجيب لي البشارة راح اتغدى واتعشى معك، بس هل اسمح لي خاطرك؟ مع السلامة. مع السلامة يا رستم بيك. انا عربود ويصير فيا هيك؟ ومن مين؟ من ولد ما بيسوى ظفري؟ اخ اسمعوا، ما بدي ولا واحد فيكم يعرف طعم النوم لا ليل ولا نهار. بدي رجال منكم تربط في الجبال، ورجال بالسهل، ورجال بالوديان. ما بدي واحد يعود منكم الا معاه سعد الزين وفلاح الكلب. مفهوم؟ مفهوم. يلا ما بدي اشوف ولا واحد قدامي. يلا هاي ابني يا سعد، وبعدين شو صار؟ وبعدين يا عمي لقيت حالي تايه وضايع وماشي بطريق اول واخر ظلم الناس. حسيت انه عربود مش الانسان اللي ممكن الاقي غايتي عنده. هربت من ظلم عاصم بيك عشان الاقي قدامي واحد اظلم منه. ما لقيت فرق بين الاثنين، ولقيت هالإنسان الوحيد اللي التقى همي بهمه وغايتي بغايته. حطينا ايدينا بايدين بعض وصار اللي صار. هذا اللي كنت خايف منه وما خبرتك عنه. ليش انا سويت غلط؟ ابدا يا ابني، انت اللي سويته عين العقل. يعني يا عمي انت كنت تعرف عربود هيك؟ انا كنت اعرف عن عمايله الشينه بالسمع بس، وما كنت متاكد، بس هسه تاكدت منك ومن صاحبك. عربود صارت نهايته مثل بدايته. وايش كانت بدايته يا عمي؟ بدا لصه حرامي يسرق اهل قريته وينهب خيرهم حلالهم، ولما انكشف امره هرب ودخل لغابه المطرودين، وهناك قدر يقنعهم انه مظلوم ومسكين ولقاله مطرح بينهم.
ولما تمكن جمع رجال من حواليه وقدر يفرض سيطرته عليهم، وصار هو جماعته أقوى ناس في غابة المطرودين. الكل يرهبه ويحتمي فيه. مدام تعرفه هيك ليش أرسلتني له؟ ما كنت أعرف بغابة المطرودين غيره يا بني، وانت كان لازمك إعداد وتدريب حتى يشتد عودك، لكن الحمد لله انك قدرت توقف بوجهه وتنفصل عنه وتبدأ حياتك من جديد انت وصاحبك. أيوة يا عاصم بيك، بس الموضوع يعني انت عارف ومقدر الظروف اللي صارت. أنا من رأيي نأجل موضوع كم من يوم، لكن بشرط ما ننساه. الرجل عند رغبته ومستني الجواب ومستعد لكل الطلبات اللي بتطلبوها. المهم أنت تظلي بحد البنت وتلحي عليها حتى توافق. واصف إيش يساوي معه؟ معند وراكب راسه ومش راضي يوافق. إذا ضمنت البنت واصف أمره هين. المهم هسع لما تروحي على البيت ارسلي لي إياه، قولي له في موضوع مهم كثير بده يبحثه معك عاصم، وإذا عرفه راح يفرح له كثير كثير. حاضر يا عاصم بيك، ربنا يوفقك ويسهل طريقك ويخلينا إياك. يلا بخاطرك. مع السلامة يا مواصف. العافية يا أمين. هلا يا أخوي. أنت هون؟ كنت عند خالتي، جيت أحضر لها أكل وهسا راجعة عندها. كيف حالها هسا؟ والله زي ما هي، تعبانة، عقلها شارد، ما بتحكي ولا كلمة، تقول لسانها معقود. الله يعينها وقيمها من هالضربة سالمة. أنت وين يا أخوي؟ طلعت من الصبح ما رجعت إلا هسا. كنت داير بمشي بالقرية ودروبها بدور على أهلها وناسها، لكن يا خسارة ما لقيت الأهل أهل ولا الناس ناس. كيف يا أخوي؟ أهل القرية مثل الميتين يا أمينة، وجوههم يابسة وكالحة وعيونهم خايفة ونظراتها مطفية واجسامهم ناحلة ومذوية وقدامهم عارية ومجرحة ونفوسهم مكسورة وصادة عن كل شيء. وإيش طالع بيديهم يسوي يا أخوي؟ وإيديهم فارغة والعصي فوق روسهم. العصي فوق روسهم والشوك تحت رجليهم، ومثل ما بيقول سالم الشوك جرح قدامهم، وإذا بدهم يعيشوا زي البشر لازم يقلعوا الشوك من أرضهم لازم. لكن كيف؟ هذا السؤال اللي لازم ألاقي له جواب. مساء الخير يا واصف. اهلا يمه. اختك امينه ما رجعت من عند خالتها؟ اجت ورجعت مره ثانيه. والله عال، وهي لامتى بدها تظل تقضي ليلها ونهارها هناك؟ لحين ما تتعافى خالتي وترجع مثل ما كانت. وهي يعني عاملت لها حكيم؟ هي صار لها اسبوع على هالحال، بكفي عاد. هو اليوم لهالدرجه بتكرهي خالتي؟
هذا بدل ما تروحي انت بدل امينه وتظلي جنبها لبين الله ما يفرجها عليها. يا بني خالتك هي اللي ما بدها اياني. هذا لانها حاسه انه قلبك ما هو عندها. يعني يا واصف انا شو طالع بيد اسوي لها؟ وقفي جنبها واسيها، احكي معها كلمه تهون عليها. بصراحه انا ما بطيق حدا ينوح قدامي ويبكي. لا عاد اتركي هالشغل لامينه. لازم يمر من هون ولازم ألحقه بسعد، لازم أحرمه حياته مثل ما حرمني ابني، لازم يذوق طعم الموت أول ما يمر. بس إذا ما مر من هون وما شفته، لا لا لازم يمر ولازم أشوفه، ولو بستنى شهر شهر، لو بستنى طول العمر لازم أدفع الثمن لازم. استر يا رب. الحقيني يما الحقيني. خير شو في يا بنت؟ خالتي حليمه مش بالدار. وين راحت؟ شو بعرفني يا اخوي؟ مالك يما شو بتساوي؟ وين رايح؟ بدي اروح ادور عليها. وين تدور عليها بنصاص الليالي؟ معقول هالحكي يما؟ كيف ندشرها لحالها؟ هذه هي اللي نايمه بفراشها مريضه، بشوفها بتقوم وبتتحرك وبتطلع من دارها. حرام عليك يما، كيف لونها مش اختك عاد؟ والله ما انا عارفه شو اخره هالقصه وشو اللي بلانا فيها. وين رايح؟ دشريني بدي اروح ادور عليها. وين تدوري عليها بنصاص الليالي؟ اقعدي هون ولا تتحركي، مفكره حالك زلمه؟ امشي. أكيد واصف رايح لعندي على البيت، وإذا ما لقيني رايح يخبر أمه وأمينة وجوزي يصيروا يدوروا علي. الأحسن إني أقوم من هون وأرجع للبيت وبعدين أرجع لهون مرة ثانية. وين تروحي يا حليمة؟ وإذا مر من هون وإنتي مش موجودة بروح تعبي على الفاضي. شو بدي اسوي؟ ما هو اذا ضليت قاعده هون ممكن ينكشف امري، وساعتها مش رايحه اقدر اعمل اي شيء ولا انفذ اللي ببالي. خليني اروح وارجع مره ثانيه. مالك يا سعد؟ ليش ما بتنام؟ مش جاييني نوم يا عمي. وإيش اللي مقلق منامك؟ أمي يا عمي، أمي. مالها أمك؟ بعد اللي خبرتني يا لسان عارف الأعرج عنها ما فارقت خيالي. أكيد هسه هي حيرانة والنار قايدة بقلبها بدها تطمن علي.
طب الأمهات يا ابني ما هو جديد؟ بس لازم أطمنها عني يا عمي. وكيف بدك تطمنها؟ لازم أنزل على القرية. تنزل على القرية؟ تنزل على القرية كيف يا ابني؟ أنت بتفكر القرية فالت قدامك؟ بدخلها من غير ما حدا يحس. بس هاي مغامرة يا ابني. لا تخاف يا عمي، أنا قادر عليها. ايش اللي صار لك يا حليمة؟ بدك تنامي؟ تنامي والنار قايدة بضلوعك؟ لا لا، حليمة ما بتنام، شلون يجي لها نوم والنار مشعل بقلبها؟ حليمة ما بتنام ولا بيغمض لها جفن إلا لما ترتاح من جاسر. قربت ساعتك يا جاسر. هاي أخوي، لقيتها. وين بدها تكون راحت يعني؟ سألت عليها عند الجيران، ما حدا منهم شافها. ولا عليك يا خالتي، ما بدها تكون راحت. داشرك من هالسياح، مطرح ما راحت بترجع. وين رايحة؟ تعالي امشي. قربت ساعتك يا جاسر، لازم اخلص الناس بهالقرية من جورك، وهذا انا قاعد يتلك. الحقوا يا ناس، حليمة قلعت شوكة من عرض الشوك. الحقوا يا ناس، الحقوا يا ناس، حليمة قلعت شوكة من عرض الشوك. الحقوا يا ناس، حليمة قلعت شوكة من عرض الشوك. الحقوا يا ناس، حليمة قلعت شوكة من عرض الشوك. الحقوا يا ناس، حليمة قلعت شوكة من عرض الشوك. الحقوا يا ناس، حليمة قلعت شوكة من عرض الشوك. الحقوا يا ناس، الحقوا يا ناس، حليمة قلعت شوكة من أرض الشوك. الحقوا يا ناس، الحقوا يا ناس، حليمة قلعت شوكة من أرض الشوك. الحقوا يا ناس، حليمة قلعت شوكة من أرض الشوك. الحقوا يا ناس، حليمة قلعت شوكة من أرض الشوك. الحقوا يا ناس، حليمة قلعت شوكة من أرض الشوك. عبر خذوا مما مضى، بس احفظوها زين، ما ضاع حق طالب المديون له بالدين.
طيب يا عمي خاطر يعني خلاص مصر انك تنزل على القرية؟ اعذرني يا عمي، قلبي مش مطاوعني اضل هون من غير ما اطمن على امي واطمنها علي. لا تدير بالك على حالك ولا يهمك يا عمي، سامحني هالمرة ان خالفت رأيك. وانت يا فلاح دير بالك على سعد. نعيوني يا عم ابو جنيد. بأمان الله. يلا بخاطرك، مع السلامة. عارف؟ يلا يا رجال كل واحد يروح يشوف شغله. استنى يا واصل. يا حكيم بسيطة يا عاصم بيه، ان شاء الله مشافه. يا واصل شو رأيك باللي صار؟ هيك أمور ما عندي رأي فيها. يعني برضيك اللي سوته خالتك حليمة؟ المظلوم يوم يفقد صوابه بيطلع منه أكثر من هيك. يقتل ويذبح من غير سبب؟ لكل مظلوم أسبابه يا عاصم بيك. ومين المظلوم بالحالة هذه؟ جاسر ولا خالتك حليمة؟ القانون هو اللي بيحكم. القانون! هيا قلتها بلسانك، القانون هو اللي لازم يأخذ مجرأة على خالتك حليمة. وانت ليش بتسمعني هالحكي؟ بسمعك هالحكي مشان ما اسمع بكرة اي واحد بالقرية يقعد يلقلق ويقول انه انا السبب. حرمة بتهجم على زلمة بخنجر بدها تذبحه ما إلها الا السجن، ولا لا يا واصف؟ اللي مكتوب لها بتشوفه يا عاصم بيك. افهم من كلامك انك موافق على اللي سوته خالتك حليمة؟ مش بايدي اوافق او ارفض. كيف؟ يوم ما اقدمت على ضرب جاسر ما شاورتني. ولو شاورتك ايش بيكون رايك؟ تقتل وتذبح؟ لغة الدم مش لغتي يا عاصم بيك. ايش لغتك يا واصف؟ لغتي انه كل مظلوم ومقهور لازم تزول اسباب ظلمه وقهره. عجيب غريب، هذا الكلام أول مرة بسمعه بقرية الشوك. ورايح تسمعه كثير يا عاصم بيك. إيه؟ إيش هذا؟ وديته على المدينة مشان يدرس ويتعلم، مشان يعقل يرجع ويطاول علي. لا لا يا واصف، بسيطة دبارك عندي. يا جاسر شفت يا عمي ابو جنيد اني كنت على حق لما طلبت انزل على القرية؟ عاصم بيك ما اكتفى مني، بده كمان يضيع خطيبتي مني. ايش قصدهم لما يشيعوا خبر في القرية اني مت على ايدين رجال الدرك؟ اهدى يا ابني اهدى وخلينا نفكر باللي سمعناه كويس. ما ظل فيها تفكير يا عمي، أمي حالها بالويل وقلبها محروق من غيابي، وعاصم بيك بخطط إنه يبيع خطيبتي لواحد بيك مثله. بدك إياني أظل مكتف إيدي وما أساوي إشي؟ لا تتعجل الأمور يا بني، لا تتعجل الأمور وتخلي الغضب يسيطر عليك. إذا عاصم بيك ورجال الدرك خططوا لكل هالأمور واجب تكون حذر. يجوز يكون هذا فخ إلك ومستنيناك هناك. ماني حاسب لهم حساب،
مدام بارود تبيدي. البارود مش كفاية يا بني، حكم عقلك واسمع كلامي وخلينا نلاقي حل ثاني. وإيش هو الحل يا عمي؟ إيش؟ أمك بلزمها إنها تطمن عليك وبس، مش هيك؟ أيوة. وخطيبتك رفض الزواج اللي عرضوا عليها عاصم بيك، وأخوها مثل ما قال عارف واقف جنبها، مش هيك؟ وبعدين والحل؟ الحل يا بني إنه عارف ينزل هسه للقرية ويطمن أمك وقرايبك إنك عايش، وبعدها يستطلع أحوال القرية، وبعدين أنت تقدر الأمور كويس وتحدد الوقت المناسب لنزولك للقرية. عم أبو جنيد بحكي الصحيح يا سعد. وأنا بقول هيك لأنه رجال الدرك صاروا فترة بحوموا حوالين القرية وبيسألوا الطالع والنازل. ماشي أنا موافق، بس بشرط عارف يرجع بسرعة، وإذا تأخر كثير أنا لازم أدخل القرية لو أنها مسيجة برجال الدرك. أنا تعبت من المشاكل، ما بدي مشاكل بهالقرية، فاهم يا مختار؟ فاهم يا سيدي فاهم. اسمع يا بنت، إن قلتي إن قلتي لا بدك تتجوزي، وحتى لو أخوك واصف دق راسه بالحيط، فاهمة؟ فكرهم يغرسوني، فكرهم يسكتوني، كيف أسكت يا جميلة؟ كيف أسكت يا جميلة؟ كلامك غلط يما. اخرس يا خسارة تعبي وشقاي فيك. أمي أمي يا عمي أبو جنيد، أمي ما هي لي غيرها، كيفية بالسجن وأنا هون؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا شو عملت يا جماعة؟ شو عملت؟ شو عملت لكم؟